رمضان على مزيكا فام. سعيد جدا باش نسلم جوائز احسن الاعمال الرمضانيه. برشا اعمال تقدمت خاصه الاعمال الكوميديه. الحق يقال السنة كانوا فما شبه إجماع أنه الأعمال الكوميدية ما كانتش برشة في المستوى الكبير اللي مستعودين عليه خاصة من ناحية الضحك. كان فما عمل تميز، العمل هذا اخترتوه سوى طول وكذلك نال على رضا تقريبا أغلب النقاد وحتى ضيوفنا هنا أشادوا به. ما كانش فما اختلاف ما بين رأي النقاد ورأي الجمهور، كنتوا بالألف تصوتوا تختاروا جائزة أفضل سلسلة رمضانية 2021 كان يا ما كانش. عبد الحميد بوشناق ألف مبروك. عايش ميرسي بوكو. ميرسي للناس الكل اللي صوتت وللناس اللي عطتنا الثقة. ميرسي، انا في لو ماكسيمو. ما احنا راهو باش نفرهدوا عليكم ونضحكوكم بعد وتقهقوا. متصور فما حتى عمل راه في الدنيا ملي تبدا اليوتيوب فهو انت تقهق. مي افوار ان بون مومون ريفليشير، نخمو نكتشفوا حاجات اخرين، عالم اخر، نشوفوا اللي احنا قادرين باش نقدموا لتونسي حاجة مختلفة. وذيك علاش فرحان ان اللي هو عجبته الحاجة المختلفة هذه اللي كانت مغامرة، وفرحنا على خاطرنا اعطيناه ثقه وهو كان في المستوى وان شاء الله جاي خير. هذا تروفيك نمرو، هذا التروفي نمرو برشا من عندكم انتوما. سي لو دوزيام تروفي بعد عامين من النوبه، بعد ما كنا في الدراما بمسلسل النوبه خديت جائزه موزايك لاحسن عمل، واول تجربه لي انا وعزيز وحاتم وحبيبه عطيه في الكوميك، وانا مازلنا معنا الجائزه دونك نجمو كان نكملوا ونواصلوا ان شاء الله ندخلوا الرعب شويه بالكشي في التلفزه التونسيه. علاش يا ستار استر؟ علاش ليه؟ تو توتي بوسيبل، توتي بوسيبل. تو اللي يحب يعمل ساينس فيكسيون، اللي يحب يعمل فانتاستيك، اللي يحب يعمل كوميك، علاش نقعدوا كان في ان سول جونغ؟ ان شاء الله عام الجاي نوليو نتفرجوا في 5-6 مسلسلات ديفيرون ونخليهم يتفرجوا بعد يحكم من غير ما يقول شكون اللي احسن من شكون. انا مانيش خير من اللي معايا كل سنين وجلهم تحيه، ابن خلدون، الجاسوس، 16 16، العيشه فل، نعرفش كان نسيت فما شكون نسيت، وما هذوما نورمالمون اللي كانوا تعديو معانا وقتها. برافو بور تو الموند، الناس الكل اللي خدمت اللي تعرف هادي اون نو ترافاي كو بور لو بوبليك، باش نفردوا عليك ما يقول رئيس الحكومه، احنا نفردوا على الشعب التونسي. فهمتني يا اخي؟ في كان ما كانش ما فردناش برك، درعنا لهم خواطرهم شويه، مي سافو لا بين. اي ميرسي اللي البوبليك فهمنا هاو كطلع فهم ولا ليه هادي هاو فهمنا وعطانا جائزه. اي ميرسي دو فون دو كور. نحب نهديها عزيز جبالي كوسيناريست معايا، حاتم بالحاج اللي انا تعلمت منه ونحب نشكره، ونحب نشكر اوسي حبيب عطيه اللي عطانا الفرصه باش عملنا هالهبله هذه، تو لي زاكتور، تو لي تكنيسيان دو لا سيري. اي بور فينير، التلفزه الوطنيه اللي ما سانسرتناش وخلتنا نقولوا اللي نحبوا في التلفزه نتاعنا الناس الكل. اي ميرسي انكور اون فوا، ان شاء الله رمضان وعيدنا مبروك، وان شاء الله هالمرض يمشي وقلقنا وتونس كل قلق. يعني نصور سي ان غوسونتي جينيرال، ان شاء الله اللي جاي خير. انا متاكد، جو سي توجور اوبتيميست، انا مام من اللي باش يجي خير بياسر من اللي يتعدى ان شاء الله. فوالا، وتحيه لامي وتحيه لمرتي وولادي وناس اللي ضحاوا معايا ياسر بالحق، خاطر جو سي با فاسيل افيف. امك ومرتك وولادك هاو اللي ضحاوا معايا ويعيشوا معايا كل يوم. اي حمزه اخويا ديما هذاك، اما هذوما كهاو يوسعوا بالهم برشا. نسيت حتى حد اخر؟ ولادي، مرتي، مرتك، وامي، وامك واخوك، وبابا. اي بابا معايا في البروجي، هاتو هاتو هاتو. بابا حمزه وبابا معايا في البروجي، دونك يسون دون لو ميم ستريس معايا في نفس المسابقه، في نفس المغامره ولا شنو. دونك نحكي مع بعضنا كل يوم. من الناس اللي حكيت عليهم سبيسيالمون مرتي وامي يوسعوا في بالهم معايا. جو سوي انفيفابل، انا انسان يتعاش معاه بالسهل. دونك تحيه ليهم الكل وللاميت الكل اللي تسمع فيني. الف مبروك جائزه افضل السلسله رمضانيه عبد الحميد بوشناق، كان يا ما كانش.